السلام عليكم، ده موقع متخصص للذكاء الاصطناعي، ممكن اجي هنا اختار اللغه اللي انا عايزها؟ مرحبا، انا فرويه لنتعلم ونلعب. هل تعلم ان هناك نجوم في الكون اكثر من عدد حبيبات الرمل على الارض؟ فهو كل مره بيقول لك معلومات كده افتتاحيه، وبعد كده ممكن تساله اي سؤال هو يجاوب عليها بجمل قصيره بحيث ان الطفل يقدر ان هو يستوعبها. هي جميل فيه ان هو في اللغه العربيه والانجليزيه في كذا لغه. هي بلد ملحمي وتاريخي، الجميع يعرف مصر بسبب الاهرامات الشهيره في الجيزه والتي تعتبر احدى عجائب الدنيا السبع، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو ان مصر كانت موطنا لاقدم حضاره في العالم والتي أدت دورا مهما في تطور العديد من المفاهيم العلمية والفنية التي نستخدمها اليوم، كما اخترعت مصر نظام الكتابة الهيروغليفي الذي استخدم في الأهرامات وغيرها من المواقع التاريخية. ولا ننسى النيل، النهر الأطول في العالم الذي يمر عبر مصر وكان مصدرا حيويا للمياه والأغذية للحضارة المصرية القديمة. هل سبق لك وأن زرت مصر؟ ممكن اكلمه صوت، يعني ممكن اشغل المايك واساله صوت ويبدا ان هو يجاوب عليها. يا له من شيء رائع ان تكون من مصر، بلد غني بالتاريخ والثقافه. هل يمكنك ان تشاركني ما الذي تحبه اكثر عن العيش في مصر؟ بلد مليء بالاثار، فتقدر ان انت تتكلم معاه بشكل رائع، هو بيبدا ان هو يتجاوب معاك بجمل مناسبه للاطفال، جمل قصيره. اعتقد انه يجب ان يكون من الرائع العيش في مكان ذو تاريخ طويل وغني مثل مصر. الاماكن التاريخيه والاثار المدهشه مثل الاهرامات وابو الهول والمعابد في لوكسور والكرنك هي شيء يمكنك أن تفخر به حقا، بالإضافة إلى أنها تذكرنا بحضارة ضخمة كان لها تأثير عميق على التاريخ البشري. هل هناك موقع تاريخي مصري مفضل لديك؟ شارع المعز، هي أكثر حاجة أحب أزورها كل شوية. معز واحدا من أقدم الشوارع التي لا تزال في العالم بأكمله منذ أن تم تأسيسه في القرن العاشر. يضم العديد من المباني التاريخية والمساجد القديمة مما يجعله مركزا هاما للثقافة والتاريخ. كيف تشعر عندما تتجول في هذا الشارع القديم والغني بالتاريخ؟ ده تجربة الموقع جميل وسهل جدا الواحد يتكلم معاه سواء صوت أو كتابة.